السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مغربية من إنجلترا. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غدا نحضر معكم معسلة من المعسلات الرمضانية اللي كتجينا سهلة وبسيطة في المكونات ديالها وفي الطريقة ديالها. نتمنى أنكم تجربوا هذه الطريقة، وبهذه المكونات أكيد غادي تنجح معكم وغادي تنال الإعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. بقوا معايا نتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. ناخذ واحد الإناء ونوضعوا فيه كمية ديال الزبدة. تقريبا هنا خديت أنا 250 غرام ديال الزبدة اللي غادي نخليها تذوب، لأن غادي نخدم كيلو ديال الطحين. غادي نوضعوا فيه 250 غرام ديال الزبدة. إلا بغينا نضعفوا المكونات ممكن نضعفوا المقادير. نوضعوا كيلو ديال الطحين في القصرية أو في واحد الإناء اللي غادي نعجنوا فيه. نضيفوا عليهم جوج ملاعق صغار ديال الخليط ما بين حبة حلاوة والنافع. نضيفوا ملعقة مملوءة صغيرة ديال القرفة مطحونة، ونضيفوا ملعقة صغيرة ديال خميرة الحلويات أو ساشي ديال 7 غرام. نضيفوا واحد جوج ملاعق كبار ديال ماء الزهر او ربع كاس صغير كيف ما وضعت انا. ونبداو نخلطوا هاد المكونات، هاد النواشف هادو، حتى ينسجموا مزيان. وغادي نبداو نضيفوا الزبده. انا غنضيفها كامله لان ضروري نديروا 250 غرام ديال الزبده في هاد الكيلو ديال الطحين، لان كتجيبها لينا هشيشه. هذا هو السر اللي كيجيب لنا الحلوه ديالنا هشيشه وما تجيناش قاصحه. نعجنوا العجين ديالنا بشويه بشويه، وضروري يكون العجين ديالنا يكون قاصح بحال القوام ديال الحلوه الشباكيه اللي كنديروا عاده. نخلطوا العجين ونعجنوه ونجمعوه. الا كان خاصنا نضيفوا شويه ديال الحليب باش نجمعوا العجين ديالنا حتى يصبح القوام ديالو بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. ضروري يكون القوام ديالو قاصح وما يكونش رطب باش تجينا الحلوة ديالنا هشيشة. كيف ما كتلاحظوا هذا هو الشكل اللي خاصنا نحصلوا عليه، يكون القوام قاسح ما يكونش رطب. نوضعه في بلاستيك ونخليه يرتاح على الأقل واحد 15 حتى 20 دقيقة، ونعود نرجع من جديد. من بعد ما ارتاح العجين ديالنا نوضعه في طاولة العمل ونقطعه. بالنسبة لي أنا نقطعه إلى 4 إلى 5 حصص كيف ما غتلاحظوا بهذا الشكل هذا. ونرجعوا القطع ديالنا الى البلاستيك ونخليو قطعه واحده باش غادي نخدمو. نطلقوا القطعه ديالنا بالدلك بهذا الشكل هذا على شكل مستطيل كيف ما كتلاحظوا. وغادي ندوزها في المره الاولى في الرقم 2 بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي ندوزها في الرقم 3 كيف ما كيبان في الصورة. طريقة جد سهلة، نتمنى أنكم تتابعوا المراحل بطريقة جد سهلة كيف ما كتلاحظوا. النمرة 3 هي المرة الثانية بهذا الشكل باش تصبح عندنا الورقة ديالنا ما تكونش رقيقة بزاف وما تكونش غليظة. بهذا الشكل رقم 3 تيجي مزيان. نقسمها على جوج باش تجيني سهلة في الخدمة. وندوزها في المرة الثالثة، غندوزها في البلاصة ديال سباغيتي كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. مباشرة نبدا نشكل في الحلوة، نضغط هكا بهذه الطريقة هذه بالسبعان ديالي باش نشكل الشكل ديال بوشنيخة كيف ما كتلاحظوا. ونقطع من الجوانب بهذا الشكل هذا، والشكل ديالها تيجي بهذه الطريقه. تيجي مزيان كيف ما كتلاحظوا. نتمنى انكم تتابعوا الخطوات، اكيد سهله وكتجي رائعه.
بالنسبه للقطع اللي تيشيطوا لنا غادي كيف ما غادي تلاحظوا غادي نديرهم في بلاستيك ونكون منهم كره اخرى، وفي الاخر نعاود ندير لهم نفس الطريقه نورقهم ونعاود نخدمهم من جديد. ندوزو في البلاصه ديال السباغيتي بهذا الشكل هذا ونضغطوا بالاصبع ديالنا باش نشكلوا بوشنيخه. نحاولوا نعملوا نفس القياس باش تجينا الحلوه ديالنا عندها نفس الشكل ونفس القياس. بهذه الطريقه هذه نقطعوا، الا كانوا الجوانب كبارين نقطعهم بالموس، نضغطوا مزيان باش ما تحلش لينا الحلوه ديالنا بهذا الشكل هذا. ونستمروا بهذه الطريقه حتى نساليوا العجين ديالنا كامل. كيف ما غتلاحظوا القطع اللي كتبقى ليا غادي نجمعها ونضغط عليها ونديرها في البلاستيك بهذا الشكل هذا، نكون نشكل منها واحد الكره باش نعاودها في الاخير بنفس الطريقه كيف ما خدمنا هذه القطع الاولى. نستمروا بهذا الشكل حتى نساليوا العجين ديالنا كامل. كيف ما كتلاحظوا غادي نفس الطريقه غادي نطلق المستطيل ديالي هكا بهذا الشكل هذا. ندوزو في الاول في النمره 2 وفي الثاني ندوزو في النمره 3، ومن بعد غندوزو في البلاصه ديال السباكيتي ونستمروا بهذا الشكل هذا حتى نساليوا العجين ديالنا كامل. نتمنى انكم تابعوا الفيديو للاخر وتتبعوا جميع الخطوات باش يكون كل شيء واضح ان شاء الله. من بعد ما سالينا العجين ديالنا غادي نوضعوا الزيت في واحد الكاسرول او في واحد المقله اللي تكون كبيره. ضروري نديروا كميه وفيره من الزيت ونبداو نخليوها حتى تسخن مزيان ونبداو نحطوا الحلوه ديالنا باش تطيب بهذا الشكل هذا. ملي نرمي الرميه الاولى ضروري نقصوا الحراره ديال البوطه باش نخليوها تطيب على خاطرها، لان هاد الحلوه هادي ما تنحتاجوش اننا نبقاو نقلبوا فيها. داكشي باش قلت لكم من الاول خص الزيت تكون الكاسرول يكون عامر باش ما نحتاجوش نقلبوا الحلوه ديالنا، لانها كتكون سهله باش تكسر، لان هاد الحلوه هادي كتجي هشيشه بزاف. صافي غير تحمر بهذا الشكل هذا، نسقطروها بهذه الطريقه هذه ونوضعوها في العسل ونبداو ثاني نرميو الرميه الثانيه. نخليو هذا الحلوه هذه تشرب شويه ديال العسل. كيف ما كتلاحظوا كنهز غير شويه ديال العسل، ما كنحاولش اني نقلبها لانها كتكسر في ساع. نخليها تشرب شويه ديال العسل ونوضع الرميه الثانيه ونقابلها بهذه الطريقه هذه. نخليها عاوتاني حتى تحمر. ملي تقرب تحمر غادي نصفي الحلوه اللي حطيت في العسل، نوضعها في واحد الكسكاس باش تسقطر، ونعاود نوضع هاد الحلوه هذه اللي غادي تطيب في العسل، ونستمر بهذه الطريقه حتى نسالي القطع ديالي كاملين. والحلوه او المعسله الرمضانيه هذا هو الشكل النهائي ديالها. كيف ما كتلاحظوا تجي رائعه في الشكل ولا في المذاق. نتمنى انكم تجربوها، تجي هشيشه بزاف،
جربوا هاد المقادير وهاد المكونات اللي عطيتكم وتابعوا الطريقة والمراحل، أكيد غادي تنال الإعجاب ديالكم. شكرا على المتابعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.